الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طرابلس كانت وتبقى نقطة ضعفي ونقطة قوتي. طرابلس كانت وتبقى العزيزة الغالية التي أرفع رأسي بها حيث ترفع الرأس، وكانت وتبقى الوحيدة التي أنحني إليها حتى التراب، وما ترابها سوى أهلي وقومي وآبائي وأجدادي. هذا ما تعلمته من قائدي عمر كرامي، وهذا ما أقوله اليوم إلى أولاد البلد. وأنا لا أقصد أولاد البلد الناس بطرابلس فقط، بل القيم والأصالة والعنفوان والشهامة وأخلاقيات أهل طرابلس. طرابلس هذه كما أعرفها وتعرفونها طيبة ومعطاءة وقاضمة للغيظ، وعصية على من يريد بها فتنة وشرورة. إن ما تعرضت له ليلة أمس من قبل مجموعة تنتحل صفة الثورة، تنتهك حرمات البيوت وتشتم الشهداء والأموات والأحياء، وتمارس بكل رعونة سلوكيات تناقض أخلاق المدينة وأخلاق الثورة، إنما تعرضت له من ظلم وافتراء واستفزاز يجعلني متمسكا حتى النهاية في الدفاع عن طرابلس وعن وجهها النقي. فنحن في هذه المدينة ومهما اختلفنا، فنحن في هذه المدينة ومهما اختلفنا بالآراء ومهما تخاصمنا بالسياسة، إلا أننا نبقى عائلة واحدة. ويشهد لنا التاريخ والحاضر بأننا حمينا ولا نزال نحمي أخلاقيات وقيم العائلة الواحدة، وبالتالي فإننا جميعا أيضا لن نسمح للطارئين والدخلاء بأن يشوهوا صورة هذه المدينة، ولن ينجح الرعاة في جرنا إلى ساحة الرعاة وإلى شتائمهم ورذائلهم، لأن ساحتنا هي ساحة عبد الحميد كرامة، ساحة عروس الثورة. لم أصدق أنه سيأتي يوم أسود أسمع فيه الشتائم توجه إلى شهيد لبنان رشيد كرامة وإلى الزعيم المرحوم عمر كرامة في طرابلس ومن تحت بيتي، ولكني أدركت أن هؤلاء الشتامين يسعون إلى فتنة، وكان علي أن أمارس أقصى درجات ضبط النفس، لأننا بيت لا يبيح ولا يستبيح دم الناس. وكما قال رشيد كرامة أن الدم الوحيد الذي يمكن أن نضحي به هو دمنا. لقد تساءلت أيضا عما يريده هؤلاء الذين تجمهروا أمام بيتي منتحلين صفة الثوار. هل حقا يريدون استعادة الأموال المنهوبة من فيصل كرامة؟ هل حقا لا يعلمون بأن آل كرامة لا علاقة لهم بملفات الفساد، وليس منذ زمن الاستقلال عام 43، بل منذ إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920؟ هل حقا لا يعلمون بأن عمر كرامة أمضى حياته السياسية كلها معارضا شرسا للسياسات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى الإفلاس؟ هل حقا لا يعلمون أنني منذ دخلت إلى الندوة البرلمانية وأنا أحذر في مجلس النواب وفي الإعلام وفي كل مكان من انفجار اجتماعي وشيك، لا بل وأزايد بأنني سأكون مع الناس محرضا وداعما لثورتهم على نهج التجويع والتهميش والفساد ونهب المال العام؟ وإني أقول إنهم يعلمون، ولكنهم يريدون شيئا آخر لن نسمح لهم أن يحققوه، بل إنهم يريدون تخريب ثورة الناس الطيبين ونشر الفوضى في طرابلس. هم بلا أدنى شك متطفلون على هذه الثورة
التي أرسلت إلى بيتي وفودا لاستنكار ما يحصل ولتأكيد براءة الثورة والثوار من كل هذه الارتكابات. والحق أنني كنت على يقين منذ البدء بأن الثورة الشعبية براء من هذا الانحدار الأخلاقي الكبير. نحن أيها الأخوة في طرابلس وفي كل الوطن نعيش أزمة مصير على كل المستويات، لكننا لم نفقد الأمل بالوعي الشعبي وبقدرة الناس على التغيير. ومن واجبنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نتعالى على الخلافات أيا تكن هذه الخلافات ومهما كان حجمها، وفق قاعدة الأولويات التي تقول بأن إنقاذ الوطن وتحقيق أمان الشعب اللبناني أولوية الأولويات. أقول وبمنتهى الصدق أنني مسامح بحقي الشخصي، لكنني لست مسامح ولن أسامح في حقوق طرابلس. وأول حق لطرابلس في هذه اللحظات هو أن ننقذ المدينة من الحصار الذي تتعرض له عبر قطع طرقاتها وإغلاق مدارسها وإقفال مؤسساتها، وبذلك نحمي انتفاضتها وثورتها. وهنا أتساءل مثل معظم الطرابلسيين، لماذا تتهاون القوى الأمنية في ممارسة واجباتها البديهية في حماية أمن الناس وأرزاقهم ومؤسساتهم ومدارسهم وجامعاتهم؟ وهنا أسارع إلى القول بأن أي تشكيك في قدرة القوى الأمنية على القيام بواجباتها هو مرفوض مهما كانت التبريرات. وإننا نجدد رهاننا الدائم والنهائي على الدولة والمؤسسات الشرعية والقوى الأمنية وعلى دورها الكبير في نشر الأمن والأمان، ولا خيار لنا سوى الدولة. وكما حمدت الله على كل مكروه فإني أقول رب ضارة نافعة. والضرر الذي لحق بي هو تفصيل عابر عسى أن يكون مدخلا إلى المنفعة لكل طرابلس وأهلها. وهون كلمة أخيرة بالحادث اللي صار اليوم، أتقدم بالعزاء من أهلي في الميناء ومن آل كاخيا الكرام الذين حلت بهم كارثة فجر هذا اليوم عبر انهيار منزلهم فوق رؤوسهم مما أدى إلى وفاة شخصين، ونطالب بتحقيق جدي وشفاف وسريع ليكشف ملابسات هذه الكارثة الأليمة ومحاسبة المسؤولين، مع التشديد بأن على الجهات المسؤولة في الدولة والبلدية بذل ما أمكنها من احتياطات لتلافي هذه الكوارث. وشكرا. هل تربط ما حصل ليلة أمس بموقفك الجريء يلي عبرت عنه عبر تغريدة على تويتر، وطبعا اضطرت إلى ما يحصل في تشكيل الحكومة وتأجيل موعد استشارات؟ شوف باختصار الحقيقة، أنا اليوم ماني ناوي فوت بالسياسة، ووضعت كل ما جرى ويجري بسياق كل الحوادث التي تتعرض لها مدينة طرابلس وكل الاستفزازات التي نتعرض لها منذ فترة طويلة. ولكن يعني أنا قلت منذ فترة وعلى أحد التلفزيونات بأنه تشكيل الحكومة أصبحنا نتابع مجريات تشكيل الحكومة بالشارع، وهناك رسائل سياسية بقطع طرقات بمناطق معينة وبتوجيه رسائل عبر الشارع. أتمنى، وخصوصا وأننا كلنا أولاد بلد واحد وبأننا كلنا معنيين بهذه الأزمة، وأن لبنان ليس مقبل على الانهيار بل لبنان بالانهيار، أن نكف عن هذه الرسائل الصبيانية التي لا تؤدي إلى شيء إلا لأمر واحد، وهي فتنة قد تؤدي بلبنان إلى المجهول. بالنهاية بالسياسة كله بينحل، وكلنا قلنا آرائنا السياسية وخياراتنا السياسية، ولكن توجيه الرسائل عبر الشارع أمر خطير، وهي سيف ذو حدين قد يصيب الجميع. حصان طرابلس يصب في خدمة عودة الرئيس الحريري والحكومة. يعني الحقيقة أنا لحل لحظة هيدي ومنذ زمن طويل، يعني من حتى من 2011 وكل ما جرى في مدينة طرابلس من رسائل ورسائل مضادة، رسائل بالدم
وحتى رسائل بالانتخابات كانت طرابلس دائما تستعمل إما صندوق بريد وإما لويح شطب. يا سيدي أنا حتى هذه اللحظة لا أرى مبرر ولا أرى منفعة لعودة أي شخص إلى الحكم بتسكير مؤسسات طرابلس الرسمية والخاصة، وخصوصا وأنه بدأت هذه المؤسسات عم تفكر جديا بالانتقال إلى خارج مدينة طرابلس. طرابلس تعاني بالأساس من بطالة 50%، هذا قبل الانتفاضة أو قبل الثورة، ما بالك بعد هذه الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الليرة. إنك أنت تزيد الأذى على مدينة طرابلس حصرا دون كل المناطق الباقية هذا غير مبرر. وأنا أنصح يعني إذا كان هذا الشيء مفتعل هو لن يفيد، بل بالعكس يضر أهل طرابلس. عندكم معلومات عن الأشخاص اللي عم تقطع الطرقات يعني وتسبب بما سميته حضرتك بالحصار؟ والله أنا لا ما عندي معلومات، والحقيقة ما أنا شغلتي أنا أجيب معلومات. أنا متفاجئ صدقا بكل ما يجري، وبرجع بقول حصرا بمدينة طرابلس هو غير مقبول وغير مرفوض. ونحن عم نستمع يعني لشكاوى الناس اللي عم تجي وتحكي لنا همومها الاقتصادية والمعيشية، يعني محلات بالأسواق إذا نزلنا نحن سكرنا محلات سوق البزركان أو شارع عزمي أو شارع نديم الجسر أو بورسعيد، شو بيفيد الثورة؟ كيف هيدا بيحسن بأوضاع الثورة؟ إذا نحن من سكر المالية والعقارية بطرابلس بتضل فاتحة بكل لبنان شو بيفيد الثورة؟ إذا بنقطع الطريق والبواخر كلها ياتا بتروح على بيروت بتفضي البضاعة ببيروت منعطل مرفق طرابلس، شو بيفيد الثورة والثوار؟ حتى يشرح لنا يا عمي نحن منساعدهم. هيدا لا يسمى عصيان مدني، هيدا يسمى أذى مباشر على أولاد البلد اللي هن أساسا متضررين من الوضع الاقتصادي وهن عاطفتهم كلها مع الثورة. لذلك من يقوم بهذا الشيء يعني الحقيقة يضر بالثورة ويضر ب أهل البلد. على وزير البعض بيقول إنه برا مع كل السياسيين رمز ذلك. إنه ليش عندك أول شيء طولوا؟ ليش أنت بس عندك المشكلة؟ يا سيدي أولاً ليش طولوا بدك تسألهم لألهم؟ وأنا برأيي هذا الأمر مفتعل. ثانياً كلكم بتعرفوا يعني أول ما بلشت هذه الانتفاضة قبل ما تسمى ثورة يعني أنا كنت من الداعمين لها وكنت من المؤيدين، حتى في ناس من جامعتنا يعني شاركوا وبقوة بهذه الانتفاضة بطرابلس. يعني مانكش بقى مؤيد لا بهذه التحركات؟ لا يعني أنا بفصل يعني مثل ما قلنا في وفد إجا مبارح من ساحة التمثال من ساحة عبد الحميد كرامي واستنكر ما جرى، ونحن نؤيدهم بكل مطالبهم، ولكن ما يجري من إهانات شخصية وتعدي على حرمات البيوت يعني نحن العالم بدها تفهم شغله، نحن أولاد بلد أولاد بيئة واحدة، ما حدا بعتقد بيرضى أنه يجوا على بيته بدهم يكبوله زبالة، مش على الشارع قدام بيته بدهم يكبوله زبالة بقلب بيته ويشتموه ويشتموا أهله والميتين والعايشين. شو متوقعين يعني؟ هدول ناس جايين يفتعلوا معنا مشكل. رغم هالشي يعني نحن برجع للحادث الأولاني يلي بالأساس قرروا أنهم يجوا بكل احترام وبمطالب محقة، وأنا نائب عن المدينة وحقهم الشرعي أنهم يسمعوني صوتهم، وقرروا أنه يعملوا مسيرة تطنيجر، فكرة مهضومة. كيف استقبلناهم؟ استقبلناهم بزفة وبالرز وبالمي ورد وضيفناهم تمر وقلنا لهم يا 100,000 أهلا وسهلا فيكم، واللي غنوا غنينا أكثر منه، وبالعكس نحن نزلنا معهم. ولكن تحديدا أنه أنت جاي بدك تشتمني تحت بيتي وبدك تكبلي زبالة وبدك تشتم الأموات، طيب شو متوقع مني؟ لذلك يعني نتمنى أنه نكفوا البلاء عنا وعن المدينة. طرابلس 14 كيلومتر مربع، يعملوا ما بديلهم فيها، يتركوا لنا ساحاتنا بدون استفزازات ومطالبهم المحقة نحن معها. والقصص الغريبة عن أهل المدينة
وعن عاداتها وتقاليدها يلي للأسف الشديد حتى بأيام الأحداث يعني أنا كل عمري عايش بالمدينة ما تركت ولا يوم بحياتي من 75 اللي أنا بلشت أوعى ما شفنا اللي عم نشوفه اليوم هون من إهانات شخصية ومن هيدا منه مقبول وأنا برجع بكرر نحن تربية عمر كرامي عمر كرامي قال شعاره كان الكرامة أغلى من المال ورجع ختم حياته قبل ما يتوفى قال الكرامة أغلى من الحياة نحن كرامتنا فوق كل اعتبار نحن لن نتهاون بموضوع الكرامة أبدا تحت أي اعتبار شكرا